ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة الأنبياء، والتي بدأها القارئ بقصة نبي الله أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا يدعون رب العباد لتعلم أدبا معه، أدبا في الطلب، أدبا في الدعاء، يعلمنا إياه على ألسنة أنبيائه. فالعبد على حسب يقينه يكون جواب ربي. قضية ليست إلحاح وطلب فقط، بل يقين العبد بجواب الرب من أعظم سبل الإجابة وأسبابها. والذي أيقن بربه ولو لم يبث إلى الله شكواه لجاءته الإجابة. وأنا حقيقة آيات تشير لهذا المعنى الدقيق. نبي الله أيوب ابتلي بكم كبير جدا من الأمراض، بل ابتلي في كل ما حوله، حتى فقد أولاده جميعا، مات في حال حياته، مات أولاده، فقد صحته، وصل لمرحلة من إعياء، فر الناس من حوله من شدة المرض. كانت ترعاه زوجه حتى وصلت لمرحلة لم تجد ما تنفق به، قصت شعرها وبعته تنفق بها على أيوب. ومع هذا كلما ألح عليه يطلب من ربي، وهو نبي صاحب دعوة مستجابة، يقول قد أنعم الله عليه سنين، وضع مقارنة بين فترات إنعام الله عليه فترات الامتحان، فهذه فترة الامتحان قصيرة جدا، مع أن مكث سنين في هذا الامتحان، لكن إذا قارنها بفترات عطاء الله عز وجل شعر بفضل الله عليه، استحي أن يسأل، استحي أن يسأل. وهنا رب العباد يعطي إشارة إلى أن الأمر بلى عنده مداه، ومع ذلك استحي أن يسأل، فشكى فقط. رب العباد يصف شكواه على أنها دعاء. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، طلب شيء ما حد الطلب، أني مسني الضر، طب عايز إيه؟ قال له وأنت أرحم الراحمين. ففوض الأمر لصاحب الأمر، وأكل الأمر لصفات الجلال والجمال والكمال عنده، فقط وأنت أرحم الراحمين. يقول تعالى فاستجبنا له بفعل التعقيب والترتيب السرعة، مجرد أن قال هذه الكلمات جاءت الإجابة. ما دعا، ما قال ربي يعني اكشف عني الضر، ولا ارحمني، ولا ارحم زوجتي، أبدا. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول تعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه، ادى عدد أولاده زيادة ضعفهم كمان.
رحمة منا وذكرى العابدين. لأن يقول رحمة منا كل هذا تم لضراعته لله بطلب رحمته وأنت أرحم الراحمين. قال رحمة منا بس وذكرى العابدين. إيه معنى ذكر العابدين؟ لكم أنتم ولنا نحن. هذه التذكرة حتى نتعلم الأدب مع الله عز وجل ونتعلم الطلب من الله عز وجل ونتعلم أدب الطلب. وذكرى العابدين ليتذكر كل عاقل وكل عابد أن الله عز وجل لم يغلق بابه عن سائل، وأن الله أوجب علينا الدعاء كما أوجب علينا الصلاة والصيام. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر في ادعوني على إيه؟ على الوجوب، ولا قرينة تصرف. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهنا يؤكد الوجوب بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا وعيد، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. عن عبادتي هنا لا يقصد بها عموم العبادة، إنما يقصد بها عبادة الدعاء. لذا فسر النبي الآية بقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي، والسياق كله في الدعاء. فتحمل الآية هذا على هذا الأمر حملا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. فالله يغضبه أن يفتح لعبده أبواب خزائنه ورحمته وهو يغلق على نفسه. يبقى ده عبد ولا عايز تدق على دماغه؟ وصلت؟ فتح لنا باب الإجابة، وده من أعظم الأبواب يا إخوانا التي فتحها الله لمد خزائنه وعطائه لعباده. وعطاؤه لا ينفد، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لكن احنا تعودنا لو سألنا الناس مرة ما نجرش نسأل الثانية. ورحم الله الشارح إن قال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. رب العباد يغضبه ترك الدعاء، وغيره يغضبه السؤال والدعاء. نقارن الله بعباده؟ لا مجال يا إخواني. لذا سن الحاح، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب العبد اللحوح اللح، محتاج يلح على الله. أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان له بستان، وبستان عجيب، نخل، نخل المدينة كله يطرح مرة في العام، بل نخل الدنيا. بستان أنس دعا النبي له، فكان يطرح مرتين في السنة، مرة في الشتاء مرة في الصيف، لأن النبي دعا له بثلاث دعوات وكلها تحققت. أمه أم حرام، ودي أم لوحدها، أم حرام بنت بلحان هي وأختها، كلاهما كانت كل واحدة منهن أمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهن معاملة راقية جدا مختلفة عن كل نساء. ما كان يقيل عند بيت امرأة من غير محارمه إلا أم حرام وأختها أم سليم. أم سليم أم أنس بن مالك، وأم حرام أختها، وكلاهما قال النبي في بيتها. بل أم سليم أم أنس لما نام النبي عندها الوسادة جلد فسال عرقه عليها، فكانت تجمع العرق مع الوسادة وتضعه في قارورة الطيب اللي عندها. فلما استيقظ النبي رآها قال ما تفعل يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أردت أن أمزج عرقك بطيبنا فهو أطيب من الطيب. دول كانوا مدرسة عندهم، أم حرام أختها كما حديث في مسلم قالت قال عندي يا رسول الله، قال في بيت. فاستيقظ ضاحكا مبتسما، قالت قلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر
ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. وصف فئة من المؤمنين هيفعلوا هذه الفعل. قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. قالت ثم عاد فقال نمر ثاني فاستيقظ مبتسما. قالت قلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. مرة ثانية إلحاح عجيب في فهم عجيب جدا. قال أنت من الأولين. فكان أول ركب يركب البحر يقاتل في سبيل الله جيش سيدنا عمرو لما طلع لمقاتلة القبارصة، وكانت معهم أم حرام واستشهدت في قبرص وقبرها موجود الآن في قبرص. أذكر هذا المعني لأني دي نوعية خاصة. أم سليم تطلب من النبي أن يصليها في بيتها، فلما جاءها البيت بسيط جدا. يقول أنس فكانت لنا حصير قد أخذ عليها الزمان يعني قديمة جدا، فرضحتها لرسول الله بالماء وطيبتها وزهيئتها في عز إمكانياتها. فقام النبي فصلى وصليت بجواره وصلت أم حرام خلفنا. فلما فرغ قالت يا رسول الله غليمك أنيس، لأن هي تبرعت بابنها. أنس من أنصار ليس بعبد، لكن تبرعت به وأعطته رسول الله ليتولى خدمته، وظل يخدم رسول الله 10 سنوات من غير أجر. هي لها هدف، هدف عالي سامي جدا. عايز أنس يعايش النبي يأخذ منه كل ما عنده، فضحت بولدها ووقته وطاقته وإمكانياته ليجمع علم رسول الله. وقد كان أنس من أكثر المحدثين مكسيم جدا زي أبو هريرة. فالشاهد قالت غليمك أنيس ادعو الله له، فدعا له بثلاث: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في رزقه، وبارك له في ولده. عاش 120 عام، وكان بستان ينجز مرتين في السنة، يطرح مرتين في السنة، ورزق من الأولاد ب135 بط، منهم 35 سقط، و100 أحياء، 100 مولود من صلب غير أحفاده. وضحت حاجة تفتح النفس. فندرك هذا المعنى. الشاهد يا إخواني إن سيدنا أنس عنده 100 ولد و4 زوجات ولا يملك إلا هذا البستان. فجاءه خادم يوما قال يا أنس كاد البستان أن يهلك، فالماء انقطع والمطر غاب ونقبنا عن الماء فلم نجده، مش لاقي ماء والبستان حيموت، وده رأس ماله اللي بينفق منه على الدولة اللي معاه دي، قبيلة لوحده. يقين عجيب. قال يا غلام إن غار ماؤنا من يأتينا بالماء؟ القرآن نص على هذا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ده سؤال ربنا بيسألنا في آخر السورة، يسألنا أن نقول الله رب العالمين. طبعا كلنا بنمر على الآية ولا حد بيجاوب، كل بمد، وخاصة أنها آخر آية فيدوب الله حيركع. معيشة الوحي أخوانا مهمة جدا. قال من يتم؟ قال الله رب. قال نسأله تعالى نتيم مصل. الله أكبر يا رب نزل مطر ما نزلش، نصلي كمان يا رب نزل مطر ما نزلش، حنصلي لغاية ما ينزل. يقين عجيب، حنصلي لغاية ما ينزل. وظل يصلي ركعتين، في الآخر قال يا غلام انظر علك تجد شيئا، يمكن تلاقي حاجة حصلت. خرج الغلام ورجع قال أنس سحابة قادمة من بعيد، ما كانش فيه مزعة مطر ولا سحاب. قال له سحابة قادمة، قال له تعال تعال ستنزل بإذن الله. الله أكبر ودعا
يقول خادمه: فخرجت بعدها فوجدت الماء نزل على حديقة أنس، لم يدع شيئا فيها إلا وصل، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها. جاي بالملي والسنتي، بالملي والسنتي. ده فهم الصحابة العالي، إن باب الدعاء مفتوح كيف أغلقه؟ ألح، ما جاتش الإجابة لأني ذنوب كثيرة من مرة، ما جاتش في الثانية لأني أسأت في الأدب، بدعو بلسان وقلب غير حاضر، أسأت في الثالثة قلب حاضر لكن ما فيش ضراعة المتذلل المضطر المحتاج لإجابة وغيرها. راجع نفسك، لح كمان، هات الرابعة، هات الخمسة، لغاية ما تلاقي قلبك انصاع واضطرارك قام، تأقن أن الله لن يرد دعائك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا إشارة لطيفة جدا حين يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. ممكن يدعو على نفسه، ها؟ الحرام راح يسأل يا رب استرني، استرك على إيه؟ على كتسرق؟ استرني، وبيستره وبيستره مرات، لكن إذا ما تلمش وخلى عند دم هيفضحه في الآخر. احنا كلنا يا اخوانا عايشين بستر، خلي بالكم، كلنا عايشين بستر، ولو هتك الستر عنا ما بقي لنا صاحب من حولنا. رحم الله ابن مسعود لما خرج من الصحراء فخرج معه جماعه الصحابه، قال: اعوذ بذلكم، قالوا: ان نحب مجالستك انت من راى رسول الله عايشا. قال: اعوذ، فان فتنه التابع المتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما اعلم نفسي لاوجعتموني ضربا. ده ابن مسعود، امال احنا ايه؟ لو علم الناس منا بلاوينا ما بقي لنا صاحب. كل سنه طيبين. الشاهد يا اخواني ان الالحاح على الله مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الشرح، يقول: ما من مسلم يدعو دعوه ليس فيها اثم، اي طالب معصيه، ولا قطيعه رحم. اب يغضب من ابنه يدعو عليه، ام تغضب من ابنها تدعو عليه، دعا بما فيه قطيعه الرحم، رب لا يستجيب، وترك الإجابة لطف ورحمة، بالعاصي حتى لا يعصي، وبقاطع الرحمة حتى لا يقطع الرحمة. الاستثناء ده عجيب. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، يا رب ارزقني الزوجة يجيب لي زوجة، ارزقني الولد دي الولد، ارزقني المال يعطيه المال. وإما أن يرد عنه من البلاء بمثلها. أنت بتدعو حاجة وفي بلوى نازلة، الدعاء صاعد ولا نازل، تحصل خناقة بين السماء والأرض كما صح حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازل فيلتقيان فيصطلجان. يصطلجان صاروا، لا الدعاء صاعد ولا البلاء نازل، يبقى انت الدعوه دي اصبحت صاروخ مضاد للصواريخ، صواريخ البلاء نازله وصواريخ الدعاء صاعد، ها؟ بس مش باتر واحد يصيب وعشاء ومية تخيب، لا، الدعاء هيصيب هيصيب. واضح معي؟ لذا قال: واما ان يدفع عنهم البلاء بمثلها. يبقى في صور الإجابة: إما أن يعجلها في الدنيا، وإما أن يدفع عنهم البلاء بمثلها. الثالثة قال: وإما أن يجعلها له زخرا يوم القيامة. طيب أيهما استجيب الرب؟ أنفعهما العبد. إن كان أنفع الثلاثة التعجيل عجل، أنفع الثلاثة دفع البلاء دفع، أنفع الثلاثة تأجيلها ليوم القيامة أجل. وصلت؟ الصحابة لما سمعوا هذا قالوا: إذا نكسر، مش ندعو بس، لا ده احنا نلح ونكسر. قال: والله أكثر وأطيب. أنت تكسر دعوة وكسر إجابة، والله أكثر وأطيب. هذا المعنى غاب عن الكثير منا، وذلك حتى لما يدعو ساعة ما يتزنق. يبقى ده عايز يعتبر نفسه عابد لله عز وجل. رب العباد يا إخواننا يحب أن يرسم شكوى عبده، يحب
ولما أذكر لنا قصة نبي الله يعقوب لما ابتلي في أولاده الثلاثة قال إنما أشكو وإنما تتحاصر، إنما أشكو بس وحزن الله، أنا بشكر الله عز وجل ما بشكوش لأحد خير. شكواه لله عبادة وبس أحزانه عبادة. ليه؟ لأن الله ما امتحننا بما امتحننا إلا لهذه وجعلها علة وغير امتحان. فقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا رسل من قبلك إلى قومه فجاءهم إلى أن قال فأخذهم عذاب لعلهم يتضرعون، مرة يقول يتضرعون، مرة يقول يتضرعون، مرة يقول فما استكانوا ربهم وما تضرعون. إذا مطلوب استكانة، مطلوب تسلل الله، مطلوب ضراعة الله. طب ما ضرعتش حيبتلك تاني، عايز اسمع صوتك وانت نادل مش عايز اسمع صوتك، وصلت؟ فنبطل ندالة. واضح المعنى؟ مع الله مبقاش اندال. طلب منا الدعاء ندعو، واللح مرة اتنين وعشرة، واللي عايزينه واللي عايزينه. ليه؟ لأن كل ما نحتاجه في الدنيا رب العباد أوجده قبل ميلادنا، وعايز يعطي العباد هو أوجده. ليه؟ عشان ندخره ولا أوجده عشان يخرجه؟ قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها إيه أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إيه أقواتها؟ ها؟ إحنا شرحنا الدرس قبل كده واللي هلخبط يبقى عايز دق في دماغه. أقوات إيه؟ ها؟ ها؟ أقوات إيه؟ طاقة الأرض، أقوة الأرض، أقواتها مقصود بها الأرض، مش لأن بعض الناس بيصرفها دائما على أقوات العباد، لا، أقواتها أقوات الأرض، طاقاتها التي تعينها على حركتها وحياتها. ثم لما أراد من عليها قال سواء للسائلين، يعني ما أوجده فيها من أرزاق وأقوات واحتياجات للعباد على قدر حاجاتهم، لا، على قدر ما يتمنون ويسألونه. كل ما سألونه أيوة، لذا لم يقل سواء للمحتاجين، قال سواء للسائلين. الإنس يسأل، الجن يسأل، الحيوانات تسأل، الطير تسأل، كل ما يسأله الخلق أوجده الخلق في الأرض، لذا قال سواء للسائلين. كلمتين لكن فيهم خلاصات عجيبة جدا. سواء للسائلين، فرب العباد أوجد هذه النعم عشان يدخرها عنا، يحبسها عنا، عشان يتهم المجرمون من أعداء الله ويقول لك إن الله فقير ونحن أغنياء، عشان ربنا ما ادهمش على هواهم. طب أنتوا حتى طلب منه لم تطلبوه يا أندال، تتهموا الله وأنتم أسوأ خلق الله. سوء الأدب مع الله جريمة، لذا ندرك هذا المعنى. مطلوب أن نسأل وأن نلح، ورب العباد وعد أن يعطي، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وعد بالإجابة لكل سائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وخلي بالكم الصحابة لما نهوا عن السؤال في قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها إن نزل قرار إن تبدى لكم، يقول جابر عبد الله فانقطعنا عن السؤال إلا 10 أسئلة اضطروا إليه جاءت إجابته في القرآن، 9 منها بصيغة واحدة تفردت. كل أسئلة القرآن سألوها يقول يسألونك عن كذا قل، يسألونك قل، يلقن النبي في كل مرة حجة والإجابة. يسألونك عن محيط قل وأذى، يسألونك عن تام قل إصلاح من خير، يسألونك الشهر حرام ختال فيه قل، يسألونك قل، يسألونك قل، إلا سؤال واحد. قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه نتسرر معاه كده بيننا وبينه أم بعيد فنناديه نرفع صوته عشان يسمعنا؟ فالسؤال الوحيد الذي لم يقل فيه يسألونك قل،
قال وإذا سألك عبادي عني ما قالش قل، ولم يجعل بيننا وبينها واسطة، بل فتح لنا كل أبوابه فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تولى هو الإجابة عن ذاته، فإني قريب، ولم يقل حتى نقل لم يكن نقل الإجابة حتى لأشرف خلقه، لم يقل لهم قل فإني قريب أبدا، قال فإني بفاء التعقيب والترتيب السرعة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وما قالش إن دعان، قال إذا. وإذا أداة شرط تفيد الكسرة، إن تفيد الندرة، لو قال إن دعان يبقى مرة حجاوبه، مش حجاوبه كل مرة، لكن إذا يعني كلما دعاني أجبته، وإن كثر الدعاء وإن طال الدعاء. إذا دي في المكان ده رحمة كبيرة جدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يتنبهوا المفهموش دول، فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. وكأن الدعاء من أخطر سبل الوصول للإرشاد، لعلهم يرشدون، عايزين نصل لأعلى درجة سبيلها الدعاء والإلحاح الله عز وجل. ولذا يعطي لنا هذه النماذج، هذه النماذج، الإلحاح الله مطلوب مطلوب مطلوب، الإلحاح الكثير جدا. انت خسران ايه؟ بتدفع فلوس الدعاء، انا مش عارف يعني احنا بخلين بدعاء ليه؟ حد بيغرب لما بدعو بيدفع فلوس؟ الإجابة موجودة وباب الله مفتوح، كيف نغلقه على أنفسنا بأنفسنا ورحنا بأنفسنا؟ فضل ربنا علينا الذي فتحه لنا، فتح أبواب رحمته. لذا قال مجرد بس نشتكى أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم، قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر العابدين. وبعدين قال وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. طبعا نستفهم الآية غلط، أن لن نقدر عليه من القدرة، لو ظن هذا الظن بربه يبقى رسول ونبي. يا إخواننا نقدر بمعنى نضيق، وأنه هو أغنى وأقنى. وقال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، قدر ضيق، وضحت؟ فقوله ظن أن لن نقدر عليه، أن نضيق عليه ليه؟ ظل يدعو قومه سنين سنين ما استجاب، ولم يزل يلح عليهم ويقنعهم ويناقشهم لغاية ما اقتنعوا أنه نبي وأن الله الحق وأنه الواحد. لكن أثناء ما بيعلمهم علمهم أن طوال ما الأمة فيها مؤمن مصلح لن يعجل الله لهم بالعقوبة، فخذوا المعنى ده وأولوا تأول عجيب جدا، أو تعامل معهم معاملة عجيبة جدا، قالوا خلاص ما دام أنت فينا لن نعذب، فإحنا خلينا ماشيين زي ما إحنا، طوال ما أنت موجود إحنا في أمان. لغاية ما وصلوه لمرحلة غضب شديد جدا ساب البلد وخرج مغاضبا، مش هو اللي غضبان، هم اللي أغضبوه، يعني يغضبوا اللي ما يغضبش، أغضبوه. فخرج على هذه الهيئة، أول ما خرج أظن أن ربنا لا يضيق عليه، خرج ليه؟ فر من الدعوة أبدا، لا، يلتمس مدينة أخرى ودولة أخرى وشعب آخر يدعوه، ما خرج هروبا من دعوته ولا فرارا منها، إنما خرج طمعا في تحقيقها. الله، هو دعوة الله محصور عليكم؟ قولوا في 60 ده أنت شوف غيركم، هو ده المعنى، هشوف غيركم. فقوله ظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليها، نفتح له دولة تانية وبلد تانية وشعب تاني يمكن يستجيب، غير الشعب مش عايز يتحرك ده، واضح المعنى؟ فظن أن لن نقدر عليه. وذلك رب العباد خلي بالك هو خرج بهذه النية ورب العباد يعلمها، فحقق له ما تمنى، لكن مش باللين، بالإكراه،
ازاي؟ هيروح فين؟ اقرب بلد اليهم اللي يقدر يوصل لها ماشي، هتبقى زي قومه. قوم سيدنا يونس كان فين؟ نينوى، الموصل في العراق. هيهرب منهم راح فين؟ هيروح الانبار زيهم، هيروح بغداد زيهم. راح فين؟ نوايا واحده. فرب العباد ياذن ان يخليه يركب البحر وهو هايم على وجهه، ويجعل الاموات تهيج والريح تعصف وتكاد المركب تغرق، فيتخذ كل ركاب المركب قرار يخف الوزن، فقال خلاص نقترع نشوف مين اللي نزل البحر. ضربوا القرعة جت على سيدنا يونس. كلهم، كل المركب، قال ده يونس هو صمام الامان، ان القناه نغرق كلنا. قالوا لا خلاص نلغي القرعه دي، نعملها تاني، نعيدها تاني. تاني مره جت عليه برضو الحوا، لا هنروح فين؟ هنروح في سيدنا يونس. الحوا الثالثه، فلما جاءت الثالثه عليه هو عالم ان لله اراده في هذا، فالقى هو نفسه حتى فيهم من هذا الحرج الشديد اللي هم فيه. لكن الكلام ده استغرق وقت، اخواننا كان المركب سرحت في البحر، فألقي في وسط البحر في أماكن عويقة جدا وفي حيطان ضخمة، الشواطئ عمرها بتلاقي في هذا العتاد، لكن خدت مسافة، حوض ضخم ببلعه، بلع عشان ربنا عايز يعذبه؟ أبدا، عايز ينقله لمدينة أهلها يستجيبون تحقيقا لدعوته، لأمله في ربه. يظل الحوت ماشي به كم يوم؟ 3 أيام. ينقله بعيد عن العراق تماما لمناطق بعيدة جدا، يطلع به بره الخليج خالص، ولشعب جديد ولعالم جديد مهيئ للإجابة. كم عددهم؟ كم؟ 100,000 أو يزيدون. لما وصل إليهم آمنوا جميعا، يبقى حقق له ما تمنى، حققش، قتر عليه ولا زود، وظن أن نقدر أن نقدر عليه، فنادى فين؟ قال في الظلمات. لما لقى نفسه في بطن الحوت ولوحده، قال له يا رب أصلي لك وأعبدك في مكان اللي أعبدك فيه أحد غيري. في حد بيصلي في بطن الحوت؟ سيدنا يونس عمل وتضرع بإيه؟ يا رب نجيني. أبدا أبدا، بتعظيم الله وتوقيره وترك الفضل إليه، قال له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. يقول تعالى فاستجبنا له. طب هو دعاء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء، ولا إقرار لله بفضله وعظمته ومنته واعتذار لله عن أي تقصير وقع منه. وصل معنى؟ ما دعاش. في مقاييس الدعاء أن طلب شيء، ما طلبش شيء بعينه، لكن تضرع الله وتوسل الله بذكره. وفي حديث وارد من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. اللي بيذكر بنية الدعاء حياء من ربه أن يذكره وهو يضمر ما يرجوه، يقول تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، بس قال وكذلك ننجي المؤمنين، بيفهم منها معنى دقيق جدا. فيقول ما دعا أحد بدعاء عبد الله يونس إلا فرج الله كربه، لأن ربنا قال وكذلك إيه؟ ننجي المؤمنين، أي مؤمن هادعو دعوة يونس هنستجيب وهننجيه. وصلت معاني؟ دروس عملية حية. ها؟ تلحظوا أدعيتهم كلها توقير لله، تعظيم لله، إجلال لله، توحيد لله، وتأتي الإجابة. وتأتي الإجابة. فإذا ندرك هذا المعنى، معاني خطيرة جدا ودقيقة جدا. سيدنا موسى لما هاجر من مصر فرارا بدينه وخوفا على حياته،
لما استحلوا دمه وصل لمدين، صل ماشي ماشي من مصر لغاية موصل جنوب الأردن. تبخي المسافة دي. أول ما وصل هناك وسقى البنتين الأم يزودان غنمهم عن الماء، يقول تعالى ثم تولى إلى الظل، لا سكن ولا وظيفة ولا عمل ولا من معاه ولا أكل ولا شرب، يروح فين؟ ومع ذلك ما دعا الله بشيء، بس الحزن بس. قال رب إني، يقول تعالى ثم تولى إلى الظل، يعني بعد ما أخذ بكل الأسباب يدور يمكن لاقي سبيل يشتغل ولا يأكل ولا يشتغل، ما فيش. يقول ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنت اديتني كتير جدا بس أنا برضو لسه فقير، محتاجة جدا مش محتاجة تاني. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقول تعالى فجاءته بفعل تقبت في مسرعة إحدى، فجاءته فورا الإجابة حصلت في لحظتها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك، شاب ولم يسبق له زواج، وقال له فتاة تقول له تعالى أبوي هديك الأجرة، أجرة من السوقية، هاي يبقى مبلغ يغطي مصاريف أكله وشربه، حلو فل الحمد لله، رايح كل عمله إيه مبلغ يصرف منه يأكل منه يوم بعد ربنا يفرج بكرة. لما وصل سيدنا شعيب، كان اسمه شعيب، حماه ده كان اسمه شعيب بس غير سيدنا شعيب النبي، سيدنا شعيب النبي في زمان سيدنا لوط وسيدنا ابراهيم بعد مباشرة، سيدنا موسى متأخر عنه، ففي مدة طويلة بين النبي شعيب وبين سيدنا موسى، لكن تشابه أسماء، عبد صالح شعيب والآخر نبي اسمه شعيب. فالشاهد يا إخواننا العبد الصالح اسمه شعيب ده لما قص عليه القصص قال له لا تخف نجوت من خلق الظالم، نجوت خلص. يقول تعالى فقالت إحداهما يا أبت تستأجر، احنا تعبانين من السوق استأجر موسى، عايز تستأجر بس، هذا نوع من التعريض، والأدب في التعريض، يعني احنا الشاب ده مش هنلاقي نوعيته تاني، ما تسيبوش بقى، وانت اب تصرف حس خلاك، يعني الحاجات دي عايزه الاب يبقى عنده فراسه ويفهم اشاره البنت، ها مش يعني نفسها تتعف بالحلال ونفسها ما تطلعش تدخل، عايزه راجل عاه. يا ابت استاجر ان خير من استاجرت، مش قوي أمين، قالت القوي الأمين، لا احنا رأينا قوة مثل قوة موسى ولا أمانة مثل أمانة موسى، معناها ايه؟ ان النوعية دي مش هلاقيها مرة ثانية. القوي عن المتفرد بالقوة الذي لا مثيل لها، والأمين المتفرد بالأمانة التي لا مثيل لها، يعني أأمن الأمناء وأقوى الأقوياء، لذا جاءت معرفة، غير العفريت لما قال وإن عليه لقوي أمين نكرها، قوي من غير الفلام ولا، هنا جاءت بالألف اللام معرفة، والمعرفة علم، يعني أصبح علم على كل الأقوياء وعلم على كل الأمناء، يعني هو أقوى الأقوياء وأمن أأمن الأمناء، لأن القوة اللي شافوها الأمن شافوها ما رأوها عند شاب. أنت متخيلوا البئر، كان عندهم بئران، السقيا من بئر في يوم واليوم الثاني بئر الثاني، البئر التي ليس فيها سقيا برضو على حال ضخم، عرض البئر بيوصل متر ونص، عشان يجيبوا حجرة كبيرة يحطوها على البئر، الحجرة هذه لا يقوى على حملها إلا 10 رجال. سيدنا موسى لما الرجال يكون مزاحم على البئر الثانية ودي مقفولة وعايز يسقى البنات، عمل إيه؟ شال الحجر حطه على جنب وسقى لهم رجعوا تاني. فطبعا الكلام ده يهبل الدماغ، حجر لا يقوى على حمل 10، سيدنا موسى يشيله بإيديه ورجعه تاني زي اللعبة. فقالت القوي،
والأمين لأنه أثناء المسير معها في البداية قال سير أمامها حتى تدعوني على الطريق. فلما سارت أمامها أول والريح حرك ثيابها قال كوني خلفي حتى لا حتى تجسيد جسدها. النبي إخوانه لازم رسل وأداب يعلمها لنا رب لنقتدي بهم. كوني خلفي وحتى الصوت مش عايز يسمعه. قال أشير علي بالحصى تمسك الحصى وحدي فيها يمين كنت عايز أخذ يمين شمال كنت عايز أخذ شمال. وجعلها خلفه شاب في سن الشباب وفي غربة ولقى واحدة ست وفتاة ها ما يلطفش ولا يحل القعدة ولا يقول طب أي كلمة بس حتى ها حاجة كده تحببه إليها ها يستلطف يستخف دمه مفيش. كل دي مقدمات للزنا وحاشا للنبي الله موسى أن يفعلها. فلما رأت هذا المشهد عبرت هذا العبر. فالأب عبد صالح فهم فعرض عرضه قال إني أريد أن أنكحك مش اللي اتكلمت تختار أنت تعجبك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يعني تأجرني مش هطلب منك مهر ما عندكش فلوس لكن المهر فريضة حق البنات مهرها أنك تشتغل الثمان سنين دول ومن غير أجرة لا المهر أن يشتغل أجرته حددها له. قال له ترى الغنم فإن أنجبت إناث فلي وإن أنجبت ذكور فلك. فجعله مش راعي غنم شريك في الغنم يرعاها ويأخذ ما تنتج من ذكور. وصل معنا دي أجرته. وربك لما يأذن تزوج بنته وصار له بيت ومأوى ومسكن وله وظيفة بيرعى الغنم بيشرب من لبن الغنم بيعيش مش وبيشرب بس ده كل ما تنتج من الذكور أصبح ملك ليه. أول سنة ما أنجبت الغنم بكاملها إلا ذكور فأصبح لها عدد من الغنم يساوي عدد صاحب المال. وصلت وذلك لما رجع مصر رجع بغنمه. لما جاء لمصر وجاي والغنمات معه والعصايه معاه اللي بيرعى بالغنم. وذلك اول ما ربنا ساله وما تلك بيمينك موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. لو ما عندوش غنم هيقول اهش بها على غنمي. لا ده عنده الغنم وماشي ومراته راجعين ومعه الغنمات الساره بتاعته حيه ماشي على رجليه. وصل المعنى. اذا ندرك فأعطاه الله مش ما تمنى مع أنه ما سألش الرب إني لما أنزلت المخيم فخير جوزه وآواه وسكنه واداله عمل واداله ثروة يعيش بها بقية عمره. وصل المعنى. إذا ندرك الأدب مع الله حتى في الطلب له أثر عجيب في الإجابة. وكلما ازداد توقيرك لربك كلما كان السمو في الإجابة أعلى. وصل معنى خطير ده. سيدنا سليمان لما يعني خطرت بالي خاطرة أني يجاهد في سبيل الله وعايز أولاده معاه فقال كلمة عجيبة قال لأطوفن الليلة على نسائي. كان عنده 100 كم زوجة 100. خلي بالكم الكلام ده عند أهل الكتاب عند أهل الكتاب ها اللي عاملين مشاكل على الأربعة بتوعنا ها ربنا حلال الأربعة هم عاملها أفلام. لا ده كان عندهم يتزوج 100 وكان العدد ده عنده عند أبوه سيدنا داود. فمئة زوج. فقال لأطوفن الليلة على نسائي ولا يحملن كل امرأة منهن فارس يقاتل في سبيل الله.
نسي بس يقول إن شاء الله. طاف على المية في ليلة واحدة. ها؟ الليلة دي قديمة. شوف التعبان مش عارف يحسبها. صاحب الواحد يا مولانا خلاص ما يعرفش حاجة في حساب، لأن مرته منعته من كل حساب، ممنوع يطرح من وقتها لغيرها، ممنوع يجمع عليها غيرها، ممنوع يقسم في لالي، ممنوع يضرب لها سهم لغيرها، فحرمته من الحساب لا قسمة ولا ضرب ولا طرح ولا جمع، عشان كده خلاص. فهيجيب الحساب من فين؟ ايوه اللح، اللح هو ده السبيل في سكه ثانيه. الشاهد يا اخواني جاب على المئة في ليله، فلما لم يستثني يقول ان شاء الله ما حملت منهن الا واحده، وحملت نصف طفل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن هذه الواقعة فيقول: رحم الله أخي سليمان، لو قال إن شاء الله لكان، لكان له 100 فرس هذه الليلة. ثم جاء له بهذا الغلام الناقص ده، نصف طفل ده، وألقوه على كرسيه، كرسي العرش، وفيه يقول تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، تنبه فتاب إلى الله عز وجل. لما تاب بيعتذر من ذنبه. المخطئ اللي بيعتذر ده ليه عين يطلب؟ لكن الكلام ده مع الناس مش مع رب الناس. الأنبياء يعلمون أن رحمة رب الناس بلا حدود، وأن كرمه بلا حدود، وأن أعطاه بلا حدود. يستغفر من ذنبه ويطلب. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طب دي من الذنب بس؟ قالوا: لا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أنا بسوق الآية دي ليه؟ عشان نتعلم حتى الأدب مع الخطأ ومع الزلل، نستغفر ونطلب. المانع رب العباد فتح لسه؟ هل أغلق أبواب رحمته على المستغفر على المذنب؟ أبدا. إذا كان بيستر حرام اللي بيسرق، مش هيسترك أنت اللي أخطأت ذنب وجئت وتائب؟ سيدنا عمر الخطاب لما جئ له أبو سارق، فكان عنده فهم عجيب، قال صدق القول: فالله حليم ستير، لا يفضح عبده من مرة ولا أحسبها الأولى. ما دام ربنا كشفك وفضح أمرك وهتكست عنك يقينا ليست الأولى. شوف فهم عمر، سيدنا عمر فيه في راح فيه يقينا ليست الأولى. اصدقني قول، كم مرة سبقتها؟ قال: 20. يعني دي 21 سبقتها، 20 مرة أدعو ربنا واشترني، رغم أنه يفعل معصية. فما بالك بالذي لم يفعل معصية؟ إذا طلب: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وهب لي ملكا، هب لي ملكا. والهبة ليست رزق، عطية بلا استحقاق. رزق حق لنا الله، والهبة. ولذلك كل الأنبياء لما سأل ما ليس قوت وطعام وشراب سأله بصيغة الهبة، يسأل ملك بصيغة الهبة، يسأل الولد بصيغة، لأن الولد مش رزق، يسأل الزوجة بصيغة الهبة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا، رب هب لي من الصالحين. هنا قال: وهب لي ملكا، يبقى فيه أدب حتى في الطلب. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. طلب الهبة وعقبها باسم الوهاب: إنك أنت الوهاب. هو اللي هب، من اللي هب غيره؟ ما طلب نوع من الملك ولا حدده، هو اللي هب لي ملكا بس. اللي حدد الملك من؟ المجيب. قال: فسخرنا له الريح. الريح اي والله تجري، ما الريح سخرت لسيدنا هود لكن لتهلك قومه،
وسخرت رسول الله لتهلك الأحزاب والأحزاب. وضحت؟ فريح الصبا وريح الدبور دي ريح ودي ريح، لكن سخرت لتخليصه من شر أعدائه. لكن هو قال سخرنا له ريح تجري بأمره، مش بأمرنا، بأمره هو. وشتت بينهما، الريح اللي جاءت لعاد جاءت بأمر الله عز وجل كما نصت الآية. ها؟ فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الجميل. لكن هنا قال سخرنا له الريح تجري بأمره، وده موضع المنة والهبة، تجري بأمره رخاء حيث أصاب بالكيفية اللي عايزها. عايزها نسيم تجري نسيم، عايزها عليل تجري عليل، عايزها زمهرير تجري زمهرير. الريح لها كم صفة؟ 30 صفة. الإمام الأصفهاني في كتاب الأغاني يقول كلام عجيب، يقول والريح لها 30 اسم، قد تأتي نسيم وقد تأتي إعصار وقد تأتي زمهرير، أشكال وألوان. قال وطبائع المرأة أقرب الريح، عشان بس أديكم إشارة لطيفة كده. كل عاد مستني الحتة دي، يعني ممكن تبقى زي الفل ونسيم وممكن تقلب معالك تحول إيه؟ إعصار فيه نار. كل واحد يئن في جانب. فكرتني ابو نواس يا مولانا. ابو نواس كان عند الخليفه جالس فبيقول له صف لنا النساء، الخليفه معاه لوحده، فقال له اني عايز اريح بقى، شكله كان حاسس انه تعبان مع مراته، فقال له النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. قدروا دخل مرات الخليفه، قالت ابو نواس ملك النساء، قال ويح ابو نواس النساء رياحين خلقنا لنا وكل الناس يهوى شم الرياحين. هيتعدل هيتعدل. الله عظيم، نسأل الله، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه المعاني، قال فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بس لا، قال والشياطين سخر له عالم الجن حتى المردة منهم. الطائعين أهل الإيمان انصاعوا وأطاعوا للنبي الكريم من أنبياء الله عز وجل. قالوا الشياطين كل بناء وغواص، المحترفين أصحاب المهن العالية جدا، كل بناء وغواص بنوا له حاجات عجيبة جدا، ومنها الصرح. الصرح عبارة عن إيه؟ مبنى زجاجي بالكامل فوق المية، وطريقه كله زجاج. لدرجة بلقيس لما شفته ما ظنت ان فيه طريق اصلا، فلما رأته حسبته لج، لج عن مي، وكشفت عن سقاي عشان تتخوط في المي. قال انه صرح ممرد من قوارير، ده مصنوع من الزجاج، والزجاج شفاف جدا ورقيق جدا ومستوى عالي جدا، مش لا تراه، لا تراه، عشان بس تعرف ان عالم الجن ده يعني عفريت. ها؟ رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص. بس قال لا، وآخرين أي من الجن مقرنين في الأصفاد، مربوطين بالسلاسل وشغالين بالسلاسل. المرض جابهم له سبحانه وتعالى، وقال تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا، اللي يخالف أمرنا بس نزقهم من العذاب الأليم، يعملون له ما يشاء اللي عايزه من محاريب وتماثيل وجفان قندجاب، يعني خزانات ضخمة جدا جدا للغلال وللماء ولغيرها. الخزان يصل لبحيرة ضخمة يبنوه ويشتغلوا فيه زي الفل. ها؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير، كل ده عشان قال إيه؟ رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد بعده. إذا نتعلم هذه الأدب يا أخوانا، رب العباد ما حكاها في القرآن لنعرض عنها،
ولا لنمر عليها مرور غافل، إنما لننتبه لهذه الدقائق والحقائق فنتعلم منها ما يحملنا على حسن الطلب. والنبي يقول أجمل في الطلب، أجمل يعني تأدب، ابحث عن الشيء الرسام الراقي. أنت عايز تسأل ربنا يغفر لك، قل له رب اغفر لي وللمؤمنين، دفعت فيها فلوس قلت المؤمنين. تخيل أن المؤمنين من آدم إلى قيام الساعة يغفر لهم بدعوتك وتأخذ أجر بعدده. أنت قلت كلمة واحدة أجرها قد إيه؟ أجرها قد إيه؟ ده ممكن أجرها يساوي عملك كله في عمرك كله، عملك كله في عمره كله. هذا معنى خطير جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأدب. الصحابة الذي جاء قال يعني رب اغفر لي ورسول الله، ليه؟ لأن حصل موقف معه طريف، هو رجل بسيط أعرابي ولسه حديث عهد الإسلام، ودخل المسجد اتحصر وقف يطرطر في الجامع، فالصحابة هم يضربوه. الله طبعا لو حصل دلوقتي كل الناس هتهب عليه، هو ده الموقف اللي حصل بالضبط، هبوا عليه الصحابة فالرجل انزعج. قال النبي لا تذرموه، اوعى تقطع له بولته، ممكن تسبب له ألم رهيب جدا. فنهاهم عن قطع بولته، لا تذرموه يعني لا تقطع له بولته. يا اخوانا أدب نبوة وأخلاق عالية، شيء يعني بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لا تذرموه، فلما فرغ قال رشوا على مائه، ذروا الماء ما كانت نجس الطهر، لكن قطعت عليه بولته أضرها قد إيه؟ ده ممكن تدمره تقتله. اللي قطع عليه بولته لو مات بسببها عد قاتله. نفهم أحكام شرعية، لا تذرموه. فلما لقى الوحيد اللي قال رب اغفر لي ولا رسول الله، بس النبي قال له حجرت واسعا، حجرت واسعا، انت تغرب من بتقول المؤمنين غلطوا، استاذ غلطوا، ربنا يغفر لهم معاك، وانت عايز ما يغفر لك انت بس، ومغفرة الله محصور عليك، واسعا اطلب. ليعلمنا هذا الادب، ان حتى مع المخطئ اساله هدايه، اساله هدايه. الامام الشافعي كان قاعد بيدي درس، لما خلص ربنا يستر بس طلع ما لقاش النعل بتاعه. فدعا ربه قال اللهم ان كان الذي سرقنا علي غنيا فاهده، وان كان فقيرا فاغنه. السرق كان لسه موجود في الجامعه مشيش، في لحظتها اجاب الله دعوته فاعلن توبته، قال انا السارق، انا السارق، استغفر الله واتوب اليه، وتاب ورجع له النعل. يقول اهل العلم وحسنت توبته حتى صار من اهل العلم، تحول لعالم، بركة دعوة لسارق من عبد صالح، ربنا هدى وغير حاله وتحول لعالم العلماء بدعوة صالحة. انت راحت جزمتك تروح دعا يا رب انتقي منه، يا رب شل ايده، يا رب اوقف الدم في عروقي، على الجزمة وصلت. الغضب لا يحملنا اخوانا على سوء الادب مع الله عز وجل. يا رب العباد عن هذا الادب العالي جدا حتى نسمو بهذا السمو وهذا الوحي. السلف فعلوا هذا، والقران دعانا لهذا، وجعل هذه النماذج امامنا. ليه؟ اللي ربنا يكرمه بالكلام ده هيدخل في اعداد الايه اللي بعديها. احنا في مصير جاي، هنروح فين؟ احنا هنروح فين؟ جهنم موجوده والجنه موجوده. قال ان الذين سبقت لهم من الحسن
سمها الحسنى أن يسبق لك هذا الأمر وهذا الطلب وهذه الأداب وهذا الإلحاح وهذا السمو في الطلب والسمو في حرصك على نفسك وعلى إخوانك وعلى المؤمنين وعلى الناس أجمعين هداة الناس جميعا. هذا المعنى الخطير جدا، حتى من أساء إليك حرصك على كل هؤلاء يجعل لك سبق ويكون من الله لك إحسان. وإن أحسن إليك بهذا الوحي فسموت بسموه، يقينا دخلت في عداد الذين سبقت لهم من الحسنى. دول حالهم مع النار. قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا، مع أنها يمروا فوقيه. قال لا يسمعون حسيسها. يا الله، معنى خطير. إن الذين سبقت لهم من الحسنى في الدنيا بسموهم ورقيهم وإلحاحهم على ربهم وطلبهم من الله عز وجل أن يكونوا من أهل هذا الإحسان، أهل هذا الإحسان، أهل هذا الفضل، فيسمو بسمو الوحي، النتيجة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. في وقت الفزع الأكبر قال لا يحزنهم الفزع الأكبر. الناس طالعين من القيامة تصوت، هم طالعين الملائكة قولهم سلام عليكم تعالوا عدد. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. يا الله، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ده يوم الفوز العظيم، يوم الفوز العظيم، هو ده الفوز الحقيقي. كيف نصل لهذه المرحلة؟ من خلال هذه الأداب والأحكام، من خلال هذه الشرائع التي وضعها رب الأنام للأنام. يبقى مش مطلوب ان انا بس اتزحزح عن النار، لان معنى الزحزح هتشيله فتره. حد فيكم تحمل؟ عايزين تعرفوا النار، شوفوا صور البركان اللي شغال في الجزيره بتاع اسبانيا. شكل النار ايه؟ قوتها شكلها ايه؟ ودي نار داخله من خارج الارض، من بطن الارض، ودي فيح من جهنم. عشان نقدر نتخيل جهنم شكلها ايه، نتخيل، تخيل بس. سيحملنا على التغيير يقين العبد أن هذه النار، وأنه إن لم يدخل الجنة فالنار مصيره، كما جاء في الحديث وليس بين الجنة والنار من دار، مش حاجة في النص. إن لم تكن أهل الجنة يبقى أنت رايح فين؟ ما فيش سكة ثانية، ما فيش جنة بقى في نار. ندرك هذه المعاني الدقيقة ونعتصم بحبل الله قبل فوات الأوان. نسمع هذه الآيات، نستقي من هذه الدقائق، نستقي من هذه الحقائق. واضح المعنى؟ نخلص الله عز وجل. في تكة كده في السياق أحب أضيفها بس. رب العباد في السياق ذكر الأنبياء وعقبهم بامرأة صالحة لصلاحها سيدة مريم، قال ما ذكرش باسمها، قال والتي أحسنت فرجها، ذكرها بوصفها. إحصان فرجها جعل الحق يلحقها بالنبيين. معنى دقيق جدا وعجيب جدا. بعد أن ذكر الأنبياء النبي نبي وخدم بالتفصيل، قال والتي أعطفها عليه بول عطف، قال والتي أحصنت فرجها. هتلاقي السياق ماشي، وإبراهيم ولوطا ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل ويونس وذي الكفل وزكريا، وبعدين قال والتي أحصنت فرجها، عطف على كل معطف ده، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. يعني ما استحقت النفخ إلا بهذا التأهيل الرباني بإحصان فرجها وصدق طاعتها مع ربي. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، لكل عالم الإنس والجن قدوة وقيادة.
ثم عقب فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة الأنبياء. نكون من أمة الأنبياء ولا نقتدي بالأنبياء؟ يبقى ندخل في الأمة ولا إحنا برة؟ إن هذه أمتكم، لا يعني بها أمة محمد بس، لا، أمة الأنبياء، أمة أهل الإيمان، وعلى رأسهم الأنبياء. هذه الأمة المقصودة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة أمة من عبد الله عز وجل، فالأمة واحدة وربها واحد وعبادتها واحدة، طاعة الله وطاعة رسله. وصل المعنى؟ الوقت انتهى، ها؟ اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وكم سمعنا. اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بمعنتنا وزدنا علما. طبعا الآيات لسه فيها مدى واسع، بس الوقت خلص، برش أريقهم أكثر من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو. اللهم إنا نسألك رضاك ورضوانك والفردوس على أعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضوانك والفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضوانك والفردوس على أعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك كلمة تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك صحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوم الفكر. نسألك اللهم صحة في إيمان، ونسألك إيمانا في حسن خلق. اللهم إنا نسألك فلاحا بعد نجاح، نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما وبدنا على البلاء صبر. نسألك اللهم لسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. نسألك اللهم شفاء من كل داء. نسألك اللهم لسانا عن الحق سؤولا وقلبا عقولا وأذن واعية. نسألك اللهم دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من الشقاق، ومن النفاق، ومن مساوئ الأخلاق. اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر. نسألك نعيما لا ينفد، نسألك نعيما لا ينفد، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسة، ويوم القيامة
شفيعة وإلى الصراط هادية، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرة كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأدب قرآنك، وخلقنا بأخلاق قرآنك. اللهم انفعنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، شفعه فينا يوم الزحام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويقيم حدوده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إلى الحق من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا وسائر المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأصحابنا وخلاننا، ولكل من له فضل علينا، ولكل من أسأنا عليه، وللمؤمنين والمؤمنات، وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. وصلى